أخبار والرياضة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. أهدر نادي ريال مدريد نقطتين ثمينتين بعد تعادله دون أهداف أمام ضيفه رايو فايكانو في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو سهرة أمس برسم الجولة 12 من الدوري الإسباني، وتراجع بذلك النادي الملكي إلى وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا الفائز السبت على مستضيفه أوساسونا برباعيات مقابل هدفين، ليفوت الريال بذلك فرصة تعميق الفارق عن برشلونة بعد الفوز الثمين خارج القواعد في الجولة السابقة أمام الغريم التقليدي في الكلاسيكو صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة. لم نسجل، بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، سيجرى تقييم حالته لاحقا. لقد أمضى المباراة بأكملها متأثرا بعض الشيء، لا أعتقد أنه سيكون أمرا صعبا، لذا آمل أن يكون جاهزا لمباراة الأربعاء. لقد لعبنا جيدا في هذه المواجهة، لقد أظهرنا روحا جيدة، خلقنا العديد من الفرص للتسجيل لكننا لم نكن فعالين. نحن مستاؤون بسبب النتيجة، لكن أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة من وجهة نظري. إذا مشاهدينا، للحديث عن تعثر الريال في عقر الديار والمنافسة المستمرة في الليغا الإسبانية، معنا المحللة الرياضية السورية دكتورة كريستين أدامو من ألمانيا. دكتورة صباح الخير. إذا الريال يفوت فرصة ثمينة لتعميق الفارق عن الغريم والمنافس برشلونة واعتلاء صدارة الليغا الإسبانية، بيلينغهام لم يسجل، فلم يتمكن الريال من الوصول إلى شباك رايو فايكانو، في رأيك ما هي الأسباب التي جعلت الريال يكتفي بهذا التعادل المخيب والمفاجئ؟ أولا صباح الخير لك ولجميع مشاهدي قناة الجزائر الدولية. فعلا يعني ريال مدريد تعثر، والسبب في ذلك لا أتوقع أنه متعلق بطريقة لعب ريال مدريد أو خلقه للفرص. عندما تخلق يعني فرص تسمح لك بأن تسدد على المرمى أكثر من 20 مرة، هذا يعني أنك بخير في مرحلة البناء وفي مرحلة الاستحواذ وفي مرحلة خلق الفرص. يعني النقطة التي تعيب على ريال مدريد والتي تسببت بهذا التعثر هي الإنهاء، يعني التسديدات على المرمى واللاعب الذي يعطيك جودة عالية جدا ويحول التسديدات إلى هدف. من غير معقول أن تسدد في مباراة أكثر من 20 مرة على المرمى ولا تنجح في تسجيل هدف، هذا يعطيك فكرة على أن ريال مدريد بحاجة للاعب رقم 9. بيلينغهام ليس لاعب رقم 9 مثالي، هو أقرب ليكون لاعب رقم 10، أحيانا ممكن أن يسجل، لكن كلاعب رقم 9 ريال مدريد يحتاج إلى لاعب بهذا يعني بهذه الجودة. على سبيل المثال لو تارو مارتينيز أو ألفاريز من مانشستر سيتي ربما يكون قادرا على حل مشاكل ريال مدريد، وأتمنى أن يتعاقد ريال مدريد مع أحدهما. إذا ما نظرنا أيضا إلى الإحصائيات في المباراة، هناك عامل الإكسبكتد جولز أو الإكس جي أو ما يعرف باللغة العربية بعامل الأهداف المتوقعة، وهو عامل يعطيك فكرة عن نوعية الفرص في المباراة. بالنسبة لرايو فاليكانو كانت 0.16 وبالنسبة لريال مدريد كان فوق 2، هذا يعني أن عدد الأهداف التي كان على ريال مدريد أن يسجلها بالنظر إلى الفرص المتاحة كان يجب أن يكون 2 على الأقل، وهذا يعطيك فرصة أن ريال مدريد بحاجة إلى لاعب رقم 9، وهذه هي النقطة التي ربما ستسبب مشاكل كثيرة لريال مدريد في ظل تألق هذا الموسم أيضا جيرونا، رغم أن الغريم برشلونة ليس في أفضل حال أيضا. فعلا الحصان الأسود جيرونا الذي يتصدر ترتيب الليغا الإسبانية. دكتورة في رأيك ما هو تصورك للصراع على اللقب في الليغا الإسبانية؟ هل يمكن أن نتوقع عودة قوية لبرشلونة أم أن الريال في أفضل رواق لمواصلة يعني الابتعاد عن منافسه التقليدي، ولما لا تجاوز جيرونا؟ لأن جيرونا ربما يتوقع أن لا يواصل على نفس النسق. إذا نظرت إلى حالة الفريقين، يعني ريال مدريد إذا أجرى تعاقد شتوي بالتعاقد مع لاعب رقم 9 تقريبا يحل كل مشاكل ريال مدريد بافضل حال في جميع النواحي، يحتاج فقط الى يعني مهاجم لاعب رقم 9 ينهي الهجمات. برشلونه لديه مشاكل اخرى، شاهدنا في مباراته صحيح انه فاز في الدقيقه الاخيره لكنه يعني
افتقد للفرص، حتى تشافي قال أننا لم نتمكن من البناء، كان هناك لدينا مشاكل في البناء من الخلف بسبب الضغط العالي الذي فرضه علينا ريال سوسيداد، وهذا ما غير مقبول عندما نتحدث عن فريق من طينة برشلونة. وإذا كان برشلونة سيعاني كما عانى أمام ريال سوسيداد فلن يصل إلى أدوار بعيدة على الأقل في بطولة دوري أبطال أوروبا التي أتوقع أنها من أولوياته، يعني نظرا يعني إنجازه في هذه البطولة في المواسم السابقة يريد أن يحقق شيئا ما، ربما سيتأهل من دور المجموعات، لكن في الأدوار الإقصائية سيواجه صعوبات أمام الفرق التي تلعب بأسلوب جيد وبأسلوب ممتاز، باعتبار أنه أيضا واجه صعوبات أمام ريال سوسيداد، وخاصة أن ليفاندوسكي لا يعيش أفضل أحواله، شاهدناه مع بايرن ميونخ وحتى في أول يعني نصف موسم مع برشلونة كان دائما يسجل عدد أهداف أكثر من عامل الأهداف المتوقعة التي تحدثت عنه، ومن بعدها انحدر يعني المنحني البياني وأصبح يسجل أكثر مما هو متوقع منه. وعندما سئل ليفاندوسكي عن سبب ذلك قال أن تشافي غير خطته وأصبح يلعب بجناح أيسر وهمي، جافي كجناح أيسر وهمي يدخل نحو العمق، وهذا يعني قلل عملية الإبداعية وخلق الفرص لدى الفريق وأثر بالتالي على أدائه. وكان سعيدا جدا بقدوم جواو فيليكس لأنه ربما جناح أيسر أكثر يعني يلعب على الناحية اليسرى، فهذا ربما سحسن أداءه شيئا ما، لكن ليفاندوسكي ليس في أفضل حال أيضا. أكيد المنافسة ستكون مثيرة كالعادة بين الريال والبارسا وحتى جيرونا في الليغا الإسبانية. إذن المحللة الرياضية السورية دكتورة كريستين أدامو كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. نشاطنا متواصلة مشاهدين على فاضل، وفي خبر آخر أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني الأحد استقالة مدربي خورخي ألميرون من منصبه بعد يوم واحد من هزيمة الفريق في المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس أمام فلومينينسي البرازيلي بملعب ماراكانا. وكان المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 52 عاما قد تولى تدريب النادي الأرجنتيني شهر أفريل الماضي عقب رحيل مواطنه أوغو إبارا. الميرون الذي بدأ مسيرته التدريبية في الدوري المكسيكي تولى تدريب عدة فرق مثل أنديبندنتي وكذلك لانوس الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي وكأس سوبر الأرجنتيني، لكنه خسر معه نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2017 أمام غريميو البرازيلي، كما درب نادي إلتشي الإسباني لمدة شهر واحد. في أخبار التنس، توج نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة باريس للماسترز بعد فوزه في النهائي على البلغاري غريغور ديمتروف. الصربي حسم المواجهة بمجموعتين دون رد تفاصيلهما 6-4 و6-3 ليتوج جوكوفيتش بلقبه السابع في البطولة معززا رقمه القياسي كأكثر الفائزين بها، وعزز نولي رقمه القياسي الآخر المتمثل في تحقيق 40 لقبا في بطولات الماسترز في 58 نهائيا خاضه الصربي طيلة مشواره الاحترافي. عزز ماكس فيرشتابن سائقو ريد بول بطل العالم 3 مرات رقمه القياسي بفوزه 17 هذا الموسم بعد فوزه الأحد بسباق جائزة البرازيل الكبرى. وتصدر فيرشتابن سباق الجولة 20 من بطولة العالم للفورميلا 1 منذ البداية إلى غاية النهاية، معززا رقمه القياسي ب 17 انتصارا هذا الموسم والثاني 52 في مسيرته، لينفرد بالمركز الرابع في ترتيب أكثر السائقين فوزا بعد أن كان يتقاسم المركز مع السائق الفرنسي ألان بوست، كما مهد الطريق لكسر رقم سيباستيان فيتيل صاحب المركز الثالث ب 53 انتصارا مع بقاء جولتين هذا الموسم. تجدر الإشارة إلى أن الوصافة تعود إلى مايكل شوماخر ب 91، فيما يتصدر لويس هاملتون المشهد برقم قياسي يقدر ب 103 انتصارات. تشارك الجزائر في منافسة الجائزة الكبرى للجيدو المقررة بمدينة بيرث الأسترالية يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، ويسعى الوفد الجزائري المشارك إلى التألق في المنافسة التي تدخل دائرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال الثلاثي أمينة بالقاضي وإدريس مسعود ومصطفى ياسر بوعمار، الذين يبحثون عن التأكيد بعد نتائجهم المميزة الأخيرة التي جعلتهم في أفضل رواق من أجل حسم التأهل رسميا. وتعد منافسة أستراليا محطة دولية هامة سيشارك فيها 361 مصارعا ومصارعة يمثلون 69 دولة.
ختام موعدنا الرياضي مشاهدينا الافاضل، المزيد من الاخبار تابعونا عبر مختلف منصاتنا الرقميه ظاهره اسفل الشاشه. السلام عليكم.